طب قولي يعني يعني أداة جذب جميلة أوي انطباعه مثلا ايه؟ يعني. يعني ممكن احنا بنشوف الانطباعات اللي بتكون منشورة او موجودة ان كان في احاديث صحفية او حتى على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن انطباعه ايه؟ ايه الحاجات اللي سمعتها ممكن تكون ما تعرضتش الناس ما تعرفهاش؟ أولا جوارديولا شخص مبدئيا متواضع جدا، محترم جدا، ولفت نظري جدا. هو ذكي بطريقة غير طبيعية الحقيقة. كان متواجد في دول عربية قبل كده، فعارف ثقافتنا وعارف شعوبنا، وعارف إن إحنا في بعض الأحيان ردود أفعالنا بتبقى من القلب. الإنسان المصري البسيط اللي بيقابله في الشارع أبهره الحقيقة، وخاصة لما كانوا بيتعرضوا للكلام عن الرياضة معاه، وهو بيقف يكلم الناس وبتواضع جدا وإنسان جدا الحقيقة. عايز أكون بعمل فوكس على المسألة دي. أبهرته الحضارة المصرية الحقيقة، أبهرته جدا جدا الأهرامات المصرية، واحدة من عجائب الدنيا السبع. دخلته إلى متحف الحضارة وصالة المومياوات، جلسته يستمع في مسجد محمد علي لمحاضرة مني زادت عن 40 دقيقة بكل اهتمام. استخدامه لبعض الكلمات العربية خلال الكلام معاه، يعني واحنا ماشيين بالعربية مثلا الناس عم تعمل كلاكسات، تقول لهم خلاص خلاص ماشي يا صلاح، اقول له شوية شوية اه السلام يعني عليكم خلاص واللي كمان عليكم خلينا السلام. يتكلم، خلينا فعنده بعض يتكلم مصري الكلمات كمان. العربية الحقيقة اللي يعرفها يعني. اها فهو إنسان لطيف وإنسان الحقيقة نعم مثقف جدا، أسرته مثقفة جدا، بيعملوا أجازة تاريخية مردودة هي أنا شايفه على السوشيال ميديا لسه الأجازة مبهر مستمرة، الحقيقة. لسه الأجازة مستمرة يا أستاذ صلاح. يا فندم لحد يوم 29 إن شاء الله،